إن لله وإنا إليه راجعون. صديقة المتزوجة اللي غرقات في شاطئ سيدي رحال رفقة الابن ديالها ما صابراش وكتبكي والحدود الساعة مازال ما متيقاش باللي الصديقة ديالها اللي كانت كتكلم معها دائما وكانت عندها علاقة وطيدة بها أنها غتمشي وغتختار هاد الطريق ديال الموت الطريق المجهولة. السلام عليكم أخشي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. قلنا هاد الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنونة كلونة معروفة كل كيعرفني اسم كامل سرحانة شعبية. مليكة أخت وصديقة منذ الطفولة، جيران كبرنا مجموعين سكن واحد، شاءت الأقدار وتفرقنا، كل واحد اختار البيت الزوجية ديالو، فرقاتنا الغربة، بينا ما كانت كتخرج برا، وهذا الشيء ما عمرني كنت كنتصور غادي نفقد صديقة وأخت، ما عمرني خزنا داك الشيء لداخل ديالي، عندي أصدقاء ديالي وعندي بزاف ولكن فيهم خواتاتي، ما عمرني كنت غادي نستعضف اليوم اللي غادي نتبعها في الجنازة ديالها واللي غادي تكون واحد المسيرة، مسيرة كأنها عرق من صميم قلبي اللي زادت الكبد ديالي تجرحات يا الابن ديالها. خوتي اليوم أنا في حالة يرثى لها، فقدت أعز الأصدقاء وأخت اللي هي في العلم ديالها. واخا قالولي أن قالولي شحال عنده في العمر ديالو تقريبا؟ كتراوح الأعمار ديالو ما بين 5 سنوات و6 سنوات تقريبا. سمعنا واحد الكلام مؤتي صراحة من سيدي رحال، قالت باللي الوقت اللي كانت كتغرق هزت الولد ديالها فوق منها، ولكن من اللي قدر الله ما شاء فعل وغرقات. سمعت بأنها غامرات بداك الوليد كتهزو وكيتنفس وكتعاود كتقول لك نعم ود. يعني لحظات مؤثرة، كنتمنى يا ربي تبت على السؤال واغفر ليها، وكنتمنى هذا المساج يكون واضح ووصل لكم جميعكم، كل اي واحد كيغائب غير في الهجرة يفكر الهجرة. بلادنا فيها الخدمة، بلادنا فيها اي حاجة، حاولوا ما يغركم الشيطان وما تمشيوش تفقدوا والديكم، وعرفوا فكروا بان راه عندكم اهل وحباب واصدقاء اللي كيتكواو احر من الجمر. خوتي اليوم يبقى في التاريخ، بالنسبه ليا تاريخ في صميم ما عمرني غادي ننساه. شفنا الجيران كيبكي وكل شيء بقى في السيده من انحاء جميع جميع لا من الكارتي اللي كنا ساكنين فيه الاول ولا الكارتي اللي تحولنا ليه. ملكه في القلوب، ملكه عندها اسم داخل في القلوب ديالنا بالحكم الام ديالها منى وبحكم الاخت ديالها اختنا، وكذلك هي اخت وصديقه. الغريب في الامر والمؤسف في الامر ان قالت لماماها باللي انا مسافره لمراكش وكانت كتواصل معها بشكل دائم، اذا باغا يجي اتصال هاتفي غتسمع باللي النيه ديالها غرقات هي والوليد. معلومات غادي نقدر نقول لك شي حاجه لا اعرفها، كيف تم التواصل بينها وبين امها. هذا امر يكن هي اصلا قالت ما قالش الاسره ديالها باللي غنغرق باللي غنغرق، يعني يعني ما غاديش نقدر نقول لك شي حاجه ما علمش عليها. يعني انا كنقول لك حاليا هي ما جاتش غادي تقول لها رانا غدا، لو كان قالت لها غدا ما غاديش تخليها. هذا هو اللي بغيت نقول، ما يمكنش غدا واحد الام غدا تعلم واحد الانسان فين غدا وغادي تقول لها سيري خاصو هي مع وليد ديالها. لا يعقل. اسمح لي، كيفاش جات هذه الفكره هذه باش تهاجر؟ هاد الفكره ديال الهجره افكار شيطانيه بالنسبه لي انا، افكار شيطانيه. يعني بنادم ولا كيتاثر بدوك الفيديوهات ديال تيك توك وديال دوك الناس اللي كيسيطروا الفيديوهات بانهم ازدهار. شبح وشيات كاذبه. انا غادي نخرج برا، غادي نجيب طوموبيل، غادي نجي، عندنا الخير في بلادنا الحمد لله، دولة ملكية، عاش الملك محمد السادس اللي طول في عمره. عندنا معاميل الحمد لله، الى كاع الى اضطرت عليك الظروف كاينه هناك واحد الدعم اللي خرج مؤخرا، يعني كاين واحد شويه يعني الاهداف، يعني تشجيع الشباب يدير واحد المشاريع ويدير بزاف الحوايج. يعني هنا كنبغي نقول انا غير فكره شيطانيه. شفتك الاخت تابعه سياره نقل الاموات وكتبكي وعاشيد كتفكري الذكريات ديالك مع الاخت مليكه. اخر ما كانت معايا، كانت معايا في واحد عيد ميلاد اللي تقام على شط البحر، وكانت لحظات مضحكه، لحظات غنيه، لحظات لا زالت مرصوده في قلب نونا اللي اليوم كتعيش واحد اللحظه
بالنسبه لي انا لحظه ما غاديش نقدر نستغنى عليها اللي غادا نعيش فيها العزله والاكتئاب وكنتمنى من الله يشوف لي بصحتي لانني انا اثرتني هذه السيده. واخا شنو بغيتي تقولي للامهات اللي كيديو الابناء ديالهم هذيك الاحفاد ديالهم في هذه الطريق المجهوله اللي اكيد كامله مظلمه وما عندهاش المخرج ديالها؟ بغينا كنوصل لهم الميساج، اي ام تغامرش بجوج ديال الكبدات ولا ثلاثه، الا غرك الشيطان وبغيتي تغامري براسك حاولي تخلي ما تقدرش مهما تكون الظروف لواحد ما خصكش كيف ما كان الحال ما تهزيش وليداتك، ما عمرك تكافحي بوليداتك وتقولي غنضحي بهم ولا يعني جوج الارواح وليد وام ما شفنا وليد عنده واحد الام واحد الصريح ديال واحد الام اليوم الوليد ديالها عنده 17 عام باع موتور باش يحرق انت كتشوف كتشوف يعني بيع موتورك باش تمشي تغامر بحياتك موهب حياتك في يد الله سبحانه وتعالى انت دابا بينا ما عرفناك حي ولا ميات هذا الوليد هو اللي عنده دابا 17 عام السيد الكبير اللي عنده فوق 50 سنه هو اللي قال لك هناك العديد من الاشخاص قال لك هناك ذاك المركب كان في 70 واحد ولا 80 واحد واش المركب غير 70 واحد راه لا يعقل يعني لا يعقل بان غادي مركب غادي في 70 واحد خليت خويا راه لا يعقل لا يعقل واش يعني هذا راه مضحي بهم وفي الافلام ما كنشوفوهاش انا بغيت نعرف بغيت غير انا كنتمنى تعتذروا عليا لانني غير على سيروا على النفسيه ديالك فهاد ديالي يعني كنشوف النفسيه ديالك متاثره بزاف واش الى 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 كان هذا البناء عشوائي وبنيتي غير يا جوره كيصبح عندك القائد نعم هل يعقل الم توجد سلطه ولا وقايه مدنيه ولا حراس الليل واش ما كاينينش في هذا البحر واش ما كيشوفوش اش كاين راه ما يمكنش كل مواطن غيكون عليه رجل دارك ولا رجل سمحوا لي سمحوا لي انا ما غادي انا وجهت هذا المساج سمحوا لي لا ولكن خاص الانسان يوعى هاد الامور هذه اللي كتوقع الانسان خاصو يوعى شوف خويا خاص لابد من خاص واحد الحراسه اللي خاصها تكون على الشواطئ وحاليا لهذا الموسم اللي هو هاد شهر 7 و8 و9 اللي هي موسم ديال الصيف وموسم سياحي لا شوف ما كاينش لا ما عندوش راه ما عندوش اي وقت انا نقدر ولكن فين غادي فين غادي راه في هذه اللحظه ممكن يكونوا شباب كيفكروا يهاجروا شنو تقدري تقولي لهم بهذا المثل لا انا كنقول لهم ما نقدرش انايا انا كن ضدهم انا ضد هاد الدراري اللي غاديين يهاجروا انا ضدهم والحمد لله يعني القريب يعني من انطلاقه بعد خروجي والواقعه يعني ما كانوش غير بعض الكيلومترات الاولى قليله قدر الله دخلوا الاعماق ديال البحر كان كل شيء غادي كل شيء غادي يمشي في ذمه الله وما غاديش يعني غادي يخرجوا واحد يعني تقريبا شي 22 23 واحد وهذوك الجوج اللي قاموا بهذيك الفكره ديال التهريب او لا التجاره في هذا البشر هذوك لا حول ولا قوه الا بالله يعني كنتمنى يكون البحر عميق لا بالنسبه لهذوك اللي كانوا مشاركين ولا كان تدخل عندهم ولا عندهم صيله في هذه الهجره السريه كنتمنى من السلطات تاخذ الحق وتم العمق عمق بحث يعني راه ضروري خصها تسير. شي اخر مره شفتي الاخت اخر مره دوزت معايا عيد ميلاد في البحر لا بخير على ما يرام دوزنا في عيد ميلاد كنضحكوا في الوليد ديالها اللي كان ديال واحد الاخت كتمشي لبرا وكتجي كانت كتعيش برا وكانت كتمشي برا يعني عندها وريقات لا داعيه للفكره الهجره ولكن كيفاش يعني العائله تصدموا قالت العائله ديالي يعني انا حاليا جاتني بيزا يعني ما واحد الانسان ماشي مخصوصه وماشي ما خاصها ماشي يعني عندها كل الخير اذا كنظن هنا كاين غرور غروها ملكه مشات ودات سرها معاها هذا هو خلاصه القول ديال نونا ملكه خلات واحد النقطه في البصمه ديال قلوب المغاربه كاملين لا من ناحيه الاصدقاء كاخت وصديقه منذ الطفوله جمعنا السكن وجمعتنا الصداقه والعلاقه والروح المواطنه الشخصيه اش هي الرساله واخا انت كفنانه يعني بحال هذه المشاهد كيفاش كتقرايها خويا خالد ليس لها عنوان نعم ليس لها عنوان ابدا وليست لها خاتمه ولا معرض للختمه كنتمنى يكون الحد من هذا الشيء نعم هذا هو الحد خلاصة ويكون سميتو التوعيه من طرف الجمعيات من جميع الجمعيات ياك من جميع اي وحتى وسائل الاعلام خاصها تزيد تكثف التوعيه في هذا المجال اكيد كل من له علاقه نعم يجب حمايه هذا تفضل سي واخا رساله غتوجهها للشباب اللي كيفكر باش يعني كنقولوا بهذا يعني بهذا اللفظ هذا باغي يحرق كيتمنى باغي يحرق ويوصل اوروبا يعني خويا خويا الرساله اللي بغيت نوجه لهم خدموا في بلادكم خدموا في بلادكم باقيين بغيناكم تعطيونا حنا محتاجين للشباب حنا محتاجين للشباب
يعني ما تمشيش تضحي براسك، ما كتبش عليك الله، خذ امالك في الله سبحانه وتعالى وغادي يسهل عليك الله. كيف ما الا ما خدمتيش راه كاينه واحد الخدمه كتعيش الا ما غناتكش كيف ما كان الحال. كلمه مفيده ومختصره اخت العزيزه، الله يصبركم، وانا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. ملكه مشات ادات السر معها، تحياتي لكم اختي العزيزه.